الذي قال انه ضمن المقتليات؟ شو اعرف هذا ما اعرف اكيد. هو ما له مقتنع، هو ما له مقتنع، ما له ضمن المقتنيات بمفهوم المقتنع. هو يا سيدي مثل ما انا أزيلت إلى بعض المجسمات لكن ما حركت ساكن، لأنه المفروض ما حرك ساكن، لأنه ما بدي حرض على إزالة أعمال أخرى إن كانت إلي أو لغيري. وبالتالي الصمت في مرحلة ما بيكون شيء إيجابي جدا، إنك أنت ما تحرض الآخرين على انهم يعاندوك. وبالتالي هلا لما ازيلت كلمه بسم الله من الاعمال اللي انا بحبها لفرونتين، كان عمل جميل. كلمه بسم الله طبعا مشان لما ازالوه شبهوه بانحناء جسد المراه، مع العلم انه مقروء بشكل رائع، انه وعمل برونز من الاعمال الجميله جدا. هذا احد الاعمال اللي ازيلت. اعمال كثير ازيلت، يعني ما بنقدر هل لما تزال ترجع الى الفنان؟ لا 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 لا، بفتره ما كانت تزال بمفهوم الازاله. تدمر؟ وكان شوف في شغله كمان بقول لك اياها. هلا لما كان عمل يزال بفتره امين قوي، كان يرجع للامانه العمل. لما يزال العمل